فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا قال مصنف رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص. حفص بن من؟ حفص بن من؟ رضي الله عنك وزيز أحمد حفظك ربي رضي الله عنك ويسر عليك أمرك كله ودقة وجلة. قال حدثني حفص أريد حفص بن من؟ نعم. قال حدثني حدثنا الأعمش سليمان بن مهران من ثقات الأزبات ويدلس ولكنه بحر في الرواية. قال حدثني شقيق وهذا تصريح بالتحديث. حدثني شقيق أبو وائل وهو من المخضرمين عن ابن مسعود عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال الغلام له قصاب يعني جزار اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع. سبحان الله شوف يشعرون بعضهم ببعض لما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم شعر به. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع فرجع. قال لا بل قد أذنت له. وهنا هو رأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. أولا مناسبة هذا الباب في القصاب أو اللحام، يعني ما أقول للقصاب أجعل لي طعاما يكفي خمسة دي معناها إيش؟ ما العلاقة بينها وبين كتاب البيوع؟ العلاقة بينها وبين كتاب البيوع هو الإجارة، أنه استأجره ليذبح شاة ويصنع طعاما، فهذا استئجاره الآن، هذا استئجار. أي نعم. قال فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، ووسع الأمر على 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 الخمسة لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي هو وحده بل يأتي ومعه من معه. إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت أن يرجع. وهذه فيها دلالة على أنه من الأدب لا يدخل أحد ليس مدعوا، ولأن هذه يعني يعتبر كما قال العرب طفيليون، فلا بد من الإذن له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن إلا لخمسة مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل زيادة، فلذلك قال لا لا ما في خروج ما في اتقوا الله يعني هداكم الله. سنقبل الدرس تكونون كذلك رضي الله عنك جنة الأرض أحسن الله لك. الحمد لله أنا في نعمة. ولذلك قال علماؤنا الطفيلي مكروه أكله وطعامه غير مأذون له إلا إذا أذن صاحب الطعام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن له قال فإن أذنت له دخل وإن لم تأذن له رجع قال بل آذن له. وفيها أنه الذي لم يؤذن له أن يشفع له وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن المسألة أن الشافع يعني إذا حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة غير ملزمة هو أن الشفاعة غير ملزمة. الحمد لله على كل حال أن الشفاعة غير ملزمة لأن النبي شفع له ثم خيره قال إن شئت أذنت له وإن شئت لم تأذن له إن شئت أذنت له وإن شئت لم تأذن له رضي الله عنكم جميعا وجزاكم الله كل خير على إحسانكم. وهنا فيها دلالة على جواز الجزار أن يذبح وأن يصنع طعاما والأكل من الجزار. وإن كان الجزار أيضا الجزارة كما قال علماؤنا هي مهنة ممتهنة ولذلك حتى الزواج من الجزار يعني يقولون بأنه غير كفء للمرأة الرفيعة رضي الله عنكم جميعا يا رب.
وهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز الإجارة على ذلك، وفيها أيضا البركة في الطعام عندما يلتفون حول الطعام ويجتمعون، وقد قال صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الثلاثة يكفي الأربع، وأيضا فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين وهو أكرم الخلق على الخالق. الله لم يعطي الدنيا وكانوا في يعني شدة ولأواء من العيش، وكان البلاء ينزل تترى، ودخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وجده ينام على الحصير بكى وقال هذا كسرى وقيصر ينماني على الفراش الوثير وانت تنام على الحصير، قال يا عمر أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وفيها أدب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يدخل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس أجمعين ويعلم أنه ما من أحد يعلم بأن النبي قد أتى أو استأذن لأحد إلا وسيؤذن له، لكنه استأذن أدبا وقال إن شئت دخل وإن شئت رجع، قال لا بل يدخل. وهذه أيضا فيها معرفة الفضل الأهل الفضل، فهم عرفوا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الفضل له وأدوا الفضل فقال له بل يدخل، وهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعملون بقول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليهم. والله هذا عندكم فقط، عند الجميع يقولون أنه جيد البث. أوه كان الله في عونكم، التأخير ليس بجيد. وقد بوى باب آخر البخاري قال باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، نعم. وهذا حديث أبي طلحة، وهذه فيها دلالة أيضا على فضل أبي طلحة وفضل الصحابة الكرام ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبهم لهم. وفيها أن الحبيب يعلم ما بحبيبه، وأن الصادق في المحبة يشعر بغيره، فلذلك لما نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم علم الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذبح وأتى بالقصاب أن يصنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز الأجرة على ذلك. الفوائد المستنبطة: فضل الصحابة في صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا نظروا في وجهه علموا ما به، وهذه لا تتأتى إلا من صادق المحبة، نعم. تواضع النبي إذ يشفع ويعلم أنه يمكن بالشفاعة تقبل أو لا تقبل، ولكن الصحابة الكرام كانوا يشعرون بالنبي صلى الله عليه وسلم لصدق محبتهم له بأبي هو وأمي. يا رب رضي الله عنكم جميعا، نفع الله بكم وثبت الخير فينا وفيكم وثبت لنا الخير محيين أبدا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.